طب انا اقول لكم حاجه، انا خريجه فنون جميله قولا واحدا، عندي طلبه زمايلي كان في نحاتين كتير كانوا بيعملوا تماثيل والله غايه في الروعه، وفي فنون جميله في اسكندريه. احنا لو خلينا الطلبه تعمل مشروع التخرج بتاعها هو كده، بدل ما يعمل مشروع كانوا بيخلصوا التماثيل وكانوا بيرموها او بيكسروها او بيعيدوا تدوير وهكذا، كان يعني كان ليها 100 صرفه. حتى مشاريع المعماريه في نفس الكليه، مشاريع الديكور كانوا بيجمعوا الورق والمشاريع كلها ولعوا فيها وخلاص خلصنا. طب ليه؟ طب ليه؟ ما انت لو عايز تطور منطقه كتخطيط عمراني اديها لطلب التخطيط، لو عايز تعمل تماثيل في الشوارع يبقى ده مشروع التخرج بتاع الطلبه، وخد افضل التماثيل اللي بتعبر فعلا عن فكره او عن رؤيه او عن فن حقيقي واعرضها في الشوارع، مع كده كده هتترمي بدل العك اللي احنا بنعمله ده. خليني اقول لكم على تحفه فنيه اخرى، تمثال العقاد اللي صنعته اسوان تكريما لابنها البار المفكر الفيلسوف الاديب العظيم عباس محمود العقاد. اهو مبدئيا كده ده مش تمثال العقاد، انا شفت صوره في الكتب ما بيطلعش كده ولا يشبه ولا يمت بصلة للراحل العظيم العبقري عباس محمود العقاد عملاق الأدب العربي أبدا. والراجل لو كان عايش وشاف الكلام ده كان هيجرى له حاجة صدقوني. من هنا يا سادة يتضح لينا أننا أصبحنا في زمن فساد وإفساد الذوق العام في زمن العك. طبعا لما نعرف بقى قصة ترميم دقن توت عنخ أمون بأنبوبة أمير برضو شيء طبيعي، يعني ولو ان الموضوع اتاوى وراح المانيا وجي من المانيا بالسلامه والعمليه اتلمت يعني،